في فصل الصيف الحارق ينطلق الكثير من الباعة المتجولين على هذه العربات في شوارع مدينة الحسكة، يجوبونها ليبيعوا ما صنعوه من مثلجات ومرطبات. شبان صغار كثر امتهنوا هذه الصنعة منذ صغرهم، فهذا الشاب يعتمد على بيع المثلجات عبر عربته النقالة، والتي أصبحت في وقته الحاضر مصدراً للرزق ولتأمين قوت عيشه. اسمي عبد الله وطن، صار لي 3 سنين أشتغل على العربانة هاي. أجلس على البيت من البيت على المحل الساعة 6:30 الصبح، أجي أنظفها وأجهزها وأشوف دواليب وعقازها وأطلع عليها، أصل لي هنا الساعة 8:30 الصبح. عبد الله وشاب آخر تحدث عن هذه الصنعة، إذ جعل منها مهنته الرئيسية نظرا لسهولة مزاولتها ووفرة المواد التي يحتاجها في الأسواق، قاصدا الطرقات العامة والساحات والمناطق التي تعج بالمارة. وصار لي أشتغل على عربانة البوزة من صف الثالث، وأنا معين لأهلي، وهاي الشغلة أقدر أشتغلها لأنه إيدي معاق، ما أقدر أشتغل غير هاي. هذه المهنة حسب ما ذكره العاملون فيها تعتبر من المهن التي لا تحمل أصحابها كلفة مادية كبيرة، نظرا لانخفاض أسعار موادها الأولية، وفي المقابل فإنها تدر مالا لا بأس به يعين على الحياة وكلفتها المادية. المشاريع الصغيرة واليدوية المنتشرة بكثرة في المجتمع السوري باتت تسد رمق كثير من العائلات، والتي منها من فقد المعيل، ومنها من ألم بها ظروف الحياة الصعبة.